وخرجوك في هاد البرد بغيت تشتاو ما عقلوش عليك. قلت له بتي راه شتاو البرد هذيك غادي ندير؟ قلت لك انا ماشي شغلي. وا دابا اش غادي ندير؟ غادي نبقى مريح ما غاد الناس ما غنشوف حتى الصباح. وتا ولادي دابا غادي ندير لهم حصيره هنا وغادي نفرش عليهم يبقاو مريحين. هادشي اللي كاين. رسالة لهاد الناس اللي كانوا كيتفرجوا فيك دابا. هاد الناس يتعاونوا معايا المقهور هو اللي والله لا اله الا الله محمد رسول الله. المشكل اللي عندي ديال الكرة مول الدار جيت اليوم قال لي تهز حوايجك تخرجو. بداو هبطو ولادو وبناتو كيهزو في الحوايج وكيخرجو ليا بالحوايج. علاش؟ لأن عطلت عليه الكرة بواحد يومين وما كيتسني والو. وانا حق عليا ما نخرجش نهار 10 حيت داخل نهار 10 في الشهر. وا هادشي اللي كاين. واش كنتي في الدار ولا تجي لقيتهم خارجين الحوايج؟ وانت جيت انا جيت لقيتهم كيخرجوا في الحوايج. قلت له صبر عليا واحد يومين تنقلب بعدا وندبر شي محسن يعاوني باش نكري. ايه قال لك لا تهز حوايجك دابا تخرج. لقيت ولادو كيخرجوا في الحوايج جابوهم لحوم لي هنا. يعني انت قبل كنتي كتخلص لهم الواجبات؟ كنت كنخلص لهم الواجبات ديالهم من شهر لشهر. كنت كنخلصو نهار 6 في الشهر وانا نورمالمون ما خصني نخلصو حتى نهار 10. ما دواوش معاك قبال ولا علموك؟ لا ما كاين لا علمو ما يعلموك ما والو. هادو الناس طاغيين بزاف. الانسان ولدي اش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا ماشي نكذب عليك ولا شي حاجه. راه الغالب الله انا كنطلبها من شي محسن ولا شي حاجه يعاونني في الكره ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين. ما حاولتيش يعني تقلب شويه الفلوس تعطيهم ليهم؟ ولدي ما كاينش. راه اللي مشيت عنده اي واحد قلت لي سلفني ولا سميتو كيقول لك ما كاينش ما عنديش. اش غادي ندير؟ شحال لك؟ كنت كاري ب 35. كان الدريه خدامه كانت معاوناني خصني غير بدرهم في الشهر. وانا داكشي اللي الاخر كنكملو انا من جيبي. ولكن دابا الغلب الله. انت شنو كدير خدام؟ وانا كنت خدام تريسي عند دابا شوف عندي مشى بقيتش كنشوف مزيان. التليفون دابا عيط لي شي واحد ما نعرفش نمرس. حالة ضعيفة. حالة ضعيفة ولدي بزاف. خرجوك في هاد البرد هذا؟ خرجوك في هاد البرد بغيت تشتاو ما عقلوش عليك. قلت له بتي راه شتاو البرد هذيك غادي ندير؟ قلت لك انا ماشي شغلي ما عنديش. قلت لك انا وطي بس تبقى ساكن انت ولادك. واش غادي نقول لك اولدي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ما في قلبهمش الانسانيه هاد الناس؟ لا ممنوع. ما دايرينش الموت قدامهم هاد الناس. ما حاولش شي واحد يدخل يدوي معاهم؟ شكون غادي يدخل؟ اللي طاغي ولدي طاغي. كاينش اللي غادي يدخل؟ انت دابا في الزنقه شنو غادي دير؟ غادي نبات في الزنقه. اش غادي ندير؟ ما عنديش شي حل اخر. وانا جيت حطيت حدا هاد الكارديان بعدا يبقى حاضي معايا شوي تيدير الله ما دار. تيجي شي محسن ولا يعاونني وصافي. الوليد وبنيه دابا كيفاش داير الحاله ديالهم؟ الحاله ديالهم ما راضينش. هما بغاوش كاع يبقاو تحت هنا. اش غادي نقول لك اولي؟ لا اله الا الله رسول الله. يصاوب هاد الليالي والبرد دابا البرد اللي داخل كي غدير؟ كنطلب انا غير من المحسنين. كاين شي محسن يعاونني باش نجمع وليداتي بشي موحيل ونتهنى. انا راه الشتا جايه والبرد. لا اله الا الله محمد رسول الله.
اسمح لي هاد الناس هادو ما عندهمش الحق يخرجوا لك الحوايج ديالك الا تعطلتي بيومين يعني على الاقل يتساعدوا واحد شويه لك حتى كتخلص كل شيء. ولدي هاد الناس هادو ما عندهمش الرحمه في قلبهم. عند دابا اي واحد اللي مشيتي كاع عند جيرانهم غادي يقول لك اودي راه خرجوهم صح. قالت لك غادي نجيب ولادي وعنده واحد ولده كيتقرقب. شوف حياتك دابا خرجتي الشارع تشرب. اش غادي ندير؟ هادشي مقدر عليا الله ولدي. انت ما راضيش دابا بالزنقه؟ من طبيعه الحال ما غاديش يرضى. الزنقه صعيبه. الزنقه واعره ولدي بزاف. كاين البرد وكاين اش غادي نقول لك؟ لا حول ولا قوة. الحوايج ديالك الماعن السدادر كلشي كلشي كاين. ودابا اش غادي ندير؟ غادي نبقى مريح ما غنشوف حتى الصباح. غتبقى ناعس وحاضي مع وليداتك؟ ما غاديش نعس. وتا ولادي دابا غادي ندير لهم حصيرة هنا وغادي نفرش عليهم ويبقاو مريحين. هادشي اللي كاين. تالين تالين تبقى تيحل الله يجي الله شي محسن ولا هادشي اللي كاين. يعني ما حاولتيش تشوف شي مسؤولين ولا شي وحدين يتدخلوا في هاد القضيه هادي يعني الناس اللي خرجوا لك حوايجك؟ ولدي اش غادي لمن غادي نمشي؟ انا دعيتهم لله. الله هو اللي غادي يخلصهم. واش واحد الانسان عنده الفلوس غادي يعقل على الفقير؟ ما غاديش يعقل عليه. ما عمرو غادي يحسبوا قدامه. دابا راه صبات الشتا ولا شي حاجه حوايج ديالك كلشي شنو غادي؟ انا غادي يبزقوا. كلشي غادي يمشي. كرهتي شي دويرة جات تاهي تسقر فيها؟ ما كرهتهاش اولدي. كرهتهاش ودابا في عمري 61 عام. 61 عام ما بقيتيش داير التبهدل والزنقة؟ لا اولدي لا. 61 عام واحد خص يكون في دارو ويكون مرتاح ماشي كندير. ياه ولدي ياه. رسالة لهاد الناس اللي كانوا كيتفرجوا فيك دابا. هاد الناس يتعاونوا معايا المقهور. مقهور ولدي والله. لا اله الا الله محمد رسول الله. بصراحة أنا ما تقبلتهاش والرجال اللي كيبكيو. شي رسالة للمحسنين اللي كيتفرجوا. الله يجازيهم بخير يتعاونوا معايا يحيدوا المال. هاد المحلة اللي راني فيها هادشي اللي كنطلب.